خاصك انت اسمع مزيان، خاصك انت تكون اسمع اسمعني مزيان باش نحيد لي كومونتير باش يبان لكم الورقه مزيان. خاصك انت يا خويا انك المعادلات والمتراجحات من هاد اللايف، من هاد اللايف انهم يوليو يجيوك ساهلين ان شاء الله باذن الله وقواتي. دونك شوف معايا، احنا واصلين في هاد الايام، دونك اليوم الاول في الداله الاسيه، اليوم الاول في الداله الاسيه ان شاء الله غيدوز زوين، غير التزم وخدم اللايف اللي قلت لك راه كاين فلاشين يوتيوب وكاين في الانستغرام، وغيبقى لك نتايا انك شنو دير، انك تفهم المعادلات والمتراجحات، واجي معايا نوريك المعادلات والمتراجحات وبارطاجي باش يوصل للدراري كاملين. يلا دونك نبداو على بركه الله. انا دي نيشان غادي نبدا باش نحاولوا انه يدخل الناس كاملين يستافدوا من هاد المعادلات لي زيكواسيون اي لي زينيكواسيون ديال فونكسيون اكسبونونسييل. دونك انتبه دابا اش عندك اخويا. اول حاجه حنا يعني ملي كتكون عندنا الداله بحال هكا، هاي الداله مثلا عطاو لينا بحال هكا، شنو هو هذا الدومين دو ديفينيسيون؟ يعني اف دو اكس ايغال اكسبونونسييل دو اكس، سي كوا الدومين دو ديفينيسيون؟ هنايا الدومين دو ديفينيسيون راكم عارفينو نتوما دي دو اف هنا راه هو اغ، ياك؟ دونك في الاكسبونونسييل حنا الا كانت عندنا اكسبونونسييل يعني ديال داله حدوديه راه غتقول اغ نيشان، الا كانت عندك اكسبونونسييل ديال مقام، عندك هنايا مثلا مقام راه غدير المقام يخالف الصفر، عندك الجذر راه غدير داكشي اللي داخل الجذر اكبر من او يساوي الصفر. يعني نتايا ملي غتبغي تحدد الدومين دو ديفينيسيون اللي هو مجموعه التعريف، ما غيبقاو داكشي اللي قريتيه في الدوال الاخرين، المقام يخالف الصفر والجذر اكبر من او يساوي الصفر. مزيان، دونك الحمد لله نمشيو. دابا حنا خدنا او بيك انتاميو، يعني غنوريك الخاصيات، يعني الخاصيات لماذا اللي هما غادي ينفعوك في حل المعادلات والمتراجحات. يعني هادشي اللي غادي نقول لك خصو يكون في راسك باش تخدم معايا المعادلات والمتراجحات، فهمتيني ولا لا؟ دونك غادي نجيك من الاخر وغادي تشد هذوك يعني دوك الخاصيات ولا لي بروبريتي اللي غادي نوريك. صافي واضح؟ الخاصيات المهمه فهاد المعادلات والمتراجحات. صافي واضح؟ دونك كنعطيك الخاصيات المهمه، الخاصيات المهمه اللي خاصك تكون عارف هو هاد اول خاصيه. شنو هي اول خاصيه؟ هو انه ما يكن اكس كينتمي لاغ اللي هي مجموعه التعريف، اكسبونونسييل اكس راه موجب قطعا. شنو هي موجب قطعا؟ سافو دير كو ليكسبونونسييل ما كينعدمش اول حاجه، يعني فهو يخالف ماذا؟ يخالف الصفر. هذه اول حاجه خاصك تكون عارف، وراه موجب. صافي مزيان، يعني يخالف الصفر موجب او ميم. ثاني حاجه، لا كانت عندك ليكسبونونسييل دو ا كيساوي ليكسبونونسييل دو بي، تكافئ ان ا تساوي بي، يعني داكشي اللي في راس ديال هذا كيساوي داكشي اللي في الراس ديال هذا، يعني الا دخلتي الالان هنا دخلتي الالان هنا راه غتبقى ا تساوي بي. صافي مزيان، دونك سير معايا عاوتاني. لا كانت عندك ليكسبونونسييل دو ا اكبر من، يعني سوبيريور او ايغال، يعني اكبر من او يساوي ولا اكبر قطعا من ليكسبونونسييل دو بي، هادشي كيكافئ بلا ان ا اكبر من او يساوي ولا اكبر قطعا من بي، يعني الرمز اللي لقيتي فيهم راه كتبقى صالحه هاد القاعده. الاكسبونونسييل دو ا اصغر من او يساوي ولا اصغر قطعا من ليكسبونونسييل دو بي، هادي راه كتعطيك بلا ان ا اصغر من او يساوي ولا اصغر قطعا مناش من بي. برافو عليك. دونك انت هادو ضروريين في المعادلات والمتراجحات، راه الا ما كنتيش عارفهم راه ما عارف والو. زيد معايا حاجه اخرى، لا كانت عندك ليكسبونونسييل دو ا كتساوي بي، بطبيعه الحال بي هذا غنديرو بي كينتمي لاش المجال 0 بلس لانفين، علاش؟ حيت غيدخل ليا وسط الالان، وغنديرو ا كينتمي لاخ. صافي مزيان، دونك هنا سيدي هذا باللي غتدخل الالان هنا والالان هنا، اش غتولي عندك؟ هنا غيولي ا، وهنا غتولي ليا الالان دو ا. شوف ماشي تمشي للوطني وتكتب ليهم الان هنايا كاتبها بحال هكا، اش كتعني هادي كاتبها بحال هكا؟ لا، يعني كتب ليهم قاعده، راه عندك قاعده هادي، يعني حطها نيشان. الا كان عندك ليكسبونونسي ديال شي حاجه كيساوي عدد، صافي دير كو هذاك العدد كيساوي الالان ديال هذيك الحاجه. السلام عليكم، واضح؟ مفهومة؟ مزيان؟ يلا، دونك هنا هاد الخاصيات هادو غادي تحتاجهم ضروريين، غادي تحتاجهم فاش؟ غادي تحتاجهم في ال 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 في هاد الحل ديال المعادلات والمتراجحات. دونك نعطيو واحد الأمثلة ديال ثلاثة ديال الأنواع ديال المعادلات والمتراجحات، يعني ثلاثة الأنواع كاينين، صافي مفهوم؟ يعني غادي تحطو لك في الامتحان الوطني غادي تلقاهم، سور إي سيرتان. يلا شوف معايا المثال الاول، المثال الاول ايكواسيون ان، يعني المثال الاول
هو اللي غادي يعني كاينين غير هاد ثلاثه الامثله، ما كاينش من غيرهم، ما كاينش من غيرهم. يعني غادي في الاخر انت مني كيحطوا لك ديك المعادله في الوطني، انت كتصنفها كتقول واش هي المثال الاول ولا الثاني ولا الثالث، وانت كدير ديك الطريقه ديال الحل، فهمتيني ولا لا؟ يعني هادي باش تبسط الامور. مثلا عندك الاكسبونونسيال ديال 2 اكس زائد 1 كتساوي لك 1. مثال ثاني، يعني الاكسبونونسيال ديال شي حاجه كيساوي عدد، هذا هو المثال الاول. مثال ثاني، والاكسبونونسيال مثلا ديال شي حاجه كتساوي لك الاكسبونونسيال ديال شي حاجه اخرى. يعني الاكسبونونسيال كيساوي عدد، هذا الاكسبونونسيال ديال شي حاجه كيساوي الاكسبونونسيال ديال اش ديال شي حاجه اخرى. مزيان. النوع الاخير هو الاكسبونونسيال دو اكس او كاري زائد الاكسبونونسيال دو اكس موان 2 ايغال ا زيرو. صافي واضح؟ يلا خدنا ثلاثه ديال لي زيكزومبل، وانت غتلاحظ بلي غادي نخدموا مثلا شي مثال غتلقى غير هاد ثلاثه ديال لي زيكزومبل اللي كاينين، غير هاد ثلاثه ديال لي زيكزومبل اللي كاينين. صافي واضح؟ يلا سير معايا. دونك هنايا، دونك هنا غادي ليكواسيون الاولانيه، شوف الطريقه ديال الحل ديالها باش تحطات لك في الوطني، غادي تحلها بهذه الطريقه. اي حطيتها اول حاجه، حطيتها بحال هكا. شوف كيفاش غادي دير انت المصحح، شوف كيفاش غدير ليه المصحح. اول حاجه غادي تحط ليه هو غتقول ليه هانت هذا راه الدومين دو ديفينيسيون ديالها، راه هو اغ دي دو او 1 ايغال ا اغ. بوركوا؟ ما عندناش دينوميناتور، ما عندناش لا غاسين، ما عندناش المقام، ما عندناش الجذر، صافي اغ. صافي مفهوم؟ حط اغ. مزيان، باش انت يعرفك عارف لي زيتاب كيفاش دير الريزوليسيون ولا كيفاش دير الحل ديك ديك المعادله، فهمتي كيفاش دير الحل؟ يعني عارف حتى المراحل. دونك عندي هذه المعادله ياك، شوف شحال سهله تكافئ. لا دخلت الالين هنا ودخلت الالين هنا، اش قلت لك انا في القاعده؟ يعني داك الشيء غيبقى لك 2 اكس زائد 1 كتساوي الالين دو ا، الالين ديال 1. مزيان، وهي ولات عندك معادله من الدرجه الاولى، اي واحد كيعرف يحلها. دونك هنايا هادي شناهي الان دو، هادي كتعطي زيرو. دونك نحول هذا لجهه اخرى، 2 اكس كتعطينا تساوي ناقص 1. شوف كافي اكس كتساوي ناقص 1 على 2. مزيان، هاد ناقص 1 على 2 هو الحل. واش كينتمي ليا المجموعه التعريف؟ نعم ينتمي، ابارتيان ا دي دو او 1. دونك بغا ندير هذيك مجموعه الحلول تساوي ضروري منها هي ناقص 1 على 2. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في ملقى الاكسبونونسيال كيساوي عدد، دخل الالان في الطرف، دخل الالان في الطرف الاخر، غيبقى لك داكشي اللي في الاكسبونونسيال كيساوي الالان ديال داك الطرف. السلام عليكم ولقيتي الحل، مبروك عليك وختي النقطه ديالك. صافي واضح؟ مزيان الاخوان، يلا وبارطاجي بارطاجي بارطاجي وصل صاحبي هادشي للاخوان. يلا دونك نمشيو للنوع الثاني، نشوفوا هذا النوع الثاني حتى هو اللي واش كيخلع ساهل. هانت من هنا غادي تمشي منضيهم، ما تبقاش تراجعهم حتى الوطني. هانت او او 2 شناهي ليكسبونونسيال قلنا ديال 3 اكس زائد 1 كتساوي ليكسبونونسيال ديال 2 اكس بلس 3. هادي الزوينه فهاد ليكسبونونسيال هو ان الدومين دو ديفينيسيون ديالو اكثر هي كيكون هو اغ فهاد لي زيكواسيون. ولكن رد بالك، ماشي هادشي كيقول بلا انه صافي راه ممكن انه ما يكونش اغ، لا لقيتي المقام ولا لقيتي الجذر. دونك هنا قلنا الدومين دو ديفينيسيون شنو هو؟ قلنا هو اغ. مزيان، دونك غندير داكشي اللي هنا كيساوي داكشي اللي هنا. دونك ليكسبونونسيال ديال 3 اكس زائد 1 ديال 2 اكس زائد 3. علاش قلنا كنديرو الدومين دو ديفينيسيون؟ باش داك الحل اللي لقيناه في الاخر نشوفو واش ابارتيان ولا نابارتيان با. دونك هنا ملي غدخل الان، غدخل الان، غيبقى ليا 3 اكس زائد 1 كتساوي 2 اكس زائد 3. مزيان، دونك هنا غنجمعوا لي زيكس، 3 اكس ناقص 2 اكس، وهاد واحد غندي جهه اخرى، دونك ناقص 1 زائد 3. مزيان، دونك 3 اكس ناقص 2 اكس اسيدي راه هي اكس، وناقص 1 زائد 3 راه هي 2. دونك هادشي خرج لينا هو 2. مزيان، دونك خرج لينا هو 2. واش ديك 2 كتنتمي ولا ما كتنتميش؟ بيان سور كو ابارتيان، كتنتمي. صافي، دونك غدير ديك لونسومبل دي سوليسيون، مجموعة الحلول راه هي ديك 2، هو داك العدد اللي خرج. وما كاين ما سهل من هادشي، ما كاين ما سهل، يعني اللي صعب عليكم هادشي هذا راه ما فهمتش. وشوف معايا دابا ليكزومبل الاخراني اللي هو اللي
سور، شوف كنقول لك سور سور غادي تحط، كاينش فيها التخرشيش. ها دابا هاد ليكزومبل هذا 3 هذا كندير فيه شونجمون دو فاريابل، صافي واضح، شونجمون دو فاريابل تغيير متغير باش نخرجو. ما يمكنش انني نخرجو بحال ما هكذا بقاعده من القواعد، خصني ندير واحد التغيير متغير باش نردها ايكواسيون دو دوزيام دوغري، باش نردها معادله من الدرجه الثانيه. واسمعني شنو غادي ندير، اش غادي ندير، غادي نقولو نضع ان، تقول لي اول حاجه علاش ما حددناش مجموعه التعريف، حتى هنا خصك تحدد مجموعه التعريف، راه هنا راه دي دو او 3 راه هي ار، علاش عندنا غير ليكسبونونسييل، وديجا قلت لكم ليكسبونونسييل شنو هو المجموعه التعريف ديالو، مجموعه التعريف ديالو راه هي ار. السلام عليكم. دونك هنا نضع ان، اش غادي نوضعو، غادي نوضعو مثلا شي اكس كبيره كتساوي ليكسبونونسييل دو اكس، صافي واضح، يعني في بلاصه ديال ليكسبونونسييل غنحط اكس، واخا ولا حطيت اكس اش غتصبح، دونك غتولي عندي اكس او كاري زائد اكس ناقص 2 ايغال 0. دونك هادي سي اون ايكواسيون دو كوا دو دوزيام دوغري. كيفاش غادي نحلها، غادي نحلها باش بدلتا، دونك دلتا ايغال بي كاري موان 4 اسي، دونك سي 1 او كاري موان 4 فوا 1 فوا موان 2، ياك. دونك شحال غتعطيني هنا، تعطيني 1 موان 2، هنا موان 4 فوا موان 2 سي 8، دونك 8 بلس 1 سي 9، يعني 9، دونك 9 راها اكبر قطعه من الصفر، ومني كتخرج لك اكبر قطعه من الصفر اش كتقول، للمعادله حلين مختلفين في ار، مزيان، للمعادله حلين مختلفين في ار، عندك تمشي ترون هادشي مع الاعداد العقديه. دونك للمعادله حلين مختلفين في ماذا، في ار، بالفرنسي ليكواسيون ادمي دو سوليسيون ديفيرون دون ار، صافي مزيان. دونك غادي نمشي، انا غادي نمشي ندير ديك الريزوليوشن، يعني غادي نمشي ندير الحل، خاصني نلقى اكس 1 وخاصني نلقى اكس 2، واخا اكس كبيره 1 اكس كبيره 2، دونك نتوما عارفين مناقص بي ناقص جذر دلتا على 2ا، ناقص بي زائد جذر دلتا على 2ا، ياك. يلا انا غادي معاك بشويه بشويه وركز. دونك ناقص بي، اسمع، ناقص بي يعني هاد الناقص غيتضرب في هاد الواحد اللي كاين هنا، دونك غتعطي ناقص 1، ناقص جذر 9 على 2ا، 2 راه 1 دونك 2، صافي ا هي 1 دونك 2، دونك هنا نفسو ناقص 1 زائد جذر 9 على 2، دونك نشوف واش غيعطينا اكس كبيره 1 اش غتعطينا. دونك هنا سيدي غتعطينا ناقص 1 ناقص هانت ناقص 1 ناقص 3 على 2، هنا غتعطينا ناقص 1 زائد 3 على 2، دونك حسبها، ناقص هنا غتعطينا ناقص 4 على 2 اللي هي ناقص 2، هنا غادي تعطينا هي 2 على 2 اللي هي 1، صافي مزيان، واضحه الامور. دونك دابا راك باقي ما ساليتيش، ماشي هما هادو الحلول، خاصك ترجع ليكسبونونسييل في بلاصه هاد اكس كبير، صافي مزيان. يلا دونك غتولي ليكسبونونسييل دو اكس 1 اكسبونونسييل دو اكس 2 ايغال دونك موان 2، وهذا غيعطينا 1، مزيان مزيان. ودابا انتبه معايا هنا في هاد القضيه هادي، لا تولي انت تمشي للوطني وهادي يحطوها لك وتمشي تبقى تشوف فيها. شوف هنا اش قلت لك، انا قلت لك اول قاعده قلتها لك هي هذه، مهما يكون اكس كينتمي ل ار، قلنا ليكسبونونسييل دو اكس بوزيتيف ستريكتومون، صافي دير كو هذا بوزيتيف، واش ممكن انه يساوي النيجاتيف، يعني واش هذا موجب قطعا غيساوي لي السالب، ما يمكنش. دونك هذا صافي ضربنا عليه، صافي مفهوم، هذا ضربنا عليه، دونك غيبقى عندي غير واحد هو هذا، صافي مزيان. ليكسبونونسييل ما كيساويش عدد سالب، دونك هنا عندي ليكسبونونسييل دو اكس 2 كتساوي، دونك غندخل ال ان هنا وال ان هنا، اش غتبقى لي هنا، ال ان غتمشي مع ليكسبو تبقى اكس 2، وهنا غتبقى لي ال ان دو 1، دونك تكافي اكس 2 ايغالا ال ان دو اشنو هو 0. دونك الحل واش كينتمي هاد 0، كينتمي لدي 2 او 3 بيان سور، راه كينتمي ل ار، دونك الا كان كينتمي ل ار اش غادي نقول، لونسومبل دي سوليسيون ايغال 0، صافي واضح، واضحه مزيانه، اللهم يسر، صافي مزيان. دونك راه ما كاينش من غير هاد الثلاثه ديال الامثله، راه ما كاينش من غيرهم، المثال الاول والثاني والثالث راه هما اللي كاينين،
لا لقيتي شي حاجه اخرى خاصك تبسطها وترجعها على سو فورم ديال هاد الثلاثه، يعني تردها على شكل وحده في هاد الثلاثه هادو، يعني وحده في هادو، يا اما ليكسبونونسييل كيساوي عدد، يا اما ليكسبونونسييل كيساوي ليكسبونونسييل، يا اما ايكواسيون دو دوزيام دوغري. صافي واضح مزيان، واضح الامور. يلا سير على بركه الله. نزيدو كيبان لي نزيدو شي امثله اخرين واقيلا، لا نزيدو شي امثله اخرين في المعادلات لندوزو المتراجحات. اش بان لكم نتفوبرو بشي امثله اخرين؟ يلا اللهم يسر، نشوفو امثله اخرين. يلا دونك شوفو امثله اخرين باش تقولوا لي لا راه خدمنا هادوك لقينا واحد وحدين اخرين ما فهمتش ليهم كذا هادي. وشوف انا غنحط لك انواع اخرين وشوف كيفاش غادي نرجعهم على شكل وحده من هادوك. يلا يلا شوف معايا وبارطاجي، انا حتى انا كنزيد لك لي زيكزومبل وانت بارطاجي. يلا وبارطاجي وصلوا ل 400 دابا، يلا وصل 400 اللايف. يلا 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 يوصل خوتنا كاملين اللي عندهم بكالوريا. يلا والله قال الاخوان اللي عندهم بكالوريا وصلوا لهم هذا اللايف. يلا فاز يلا بارطاجي بارطاجي اللايف، بارطاجي اللايف وصل الدراري كاملين. يلا 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 دونك شوف معايا هنا. دونك هنا اول حاجه قلنا غنحددو الدومين دو ديفينيسيون ياك. دونك الدومين دو ديفينيسيون هنا في هذه الحاله هذا دي دو او 4 شنو هو هنا في هذه الحاله؟ هو اغ ياك، عندنا هو اغ مزيان. دونك اش غادي نمشي ندير؟ علاش حيت ما عندي لا مقام ما عندي لا جذر لا حتى شي حاجه، دونك غادي نمشي ندير الريزوليسيون. غتقول لي هادي ما كتشبه حتى وحده في هادوك اللي حطيت القبيله ياك ولا لا؟ كاينه ولا ما كايناش؟ هادي ما كتشبه لا لهادي لا لهادي لا لهادي، يعني انا خصني ندير واحد المحاوله باش نردها كتشبه لوحده فيهم. متفقين معايا ولا ما متفقينش معايا؟ يعني هادي خصني انا نردها كتشبه لشي وحده في هادوك اللي حطيت لكم مزيان. دونك ردوها يلا وشوف معايا كيفاش غادي نردوها كتشبه لوحده في هادوك. انتبه اكسبونونسييل دو اكس بلس، لا تفرجتي في الدرس غتعرف بلي ان الاكسبونونسييل ديال ناقص اكس راه هو واحد على الاكسبو دو اكس. صافي مزيان، وهاد جوج غنجيبها لحدادو غتولي ناقص جوج تولي ايكالا زيرو. متفق معايا؟ هذا واحد على اكسبو دو اكس وهاد جوج جبتها لجهه اخرى ولات ناقص جوج مزيان. اش غادي ندير دابا؟ اش غادي ندير دابا؟ غادي نوحد المقام، هذا غيتضرب في هذا غيولي اكسبو دو اكس او كاري، هذا غيتضرب في هذا غيولي يعني غيولي ليا ناقص جوج لاكسبو دو اكس، كلشي على لاكسبو دو اكس. واش قلنا حنا ليكسبو دو اكس راه ديفيرون دو زيرو، يعني اصلا المقام راه كيخالف الزيرو ياك ولا لا؟ دونك اش غيبقى لي؟ غيبقى لي غير هذا اللي الفوق كيساوي الزيرو. يلا توكافي غتبقى لي ليكسبو دو اكس او كاري زيد موان دو ليكسبو دو اكس، راه غير رتبتهم، زائد واحد كتساوي زيرو، راه غير رتبتهم يعني هذا وتبعتو هذا تبعتو هذا. واش ولات كتشبه الوحده في هادوك ولا ما ولاتش كتشبه ليها؟ ياك ما كانتش كتشبه، هاي ولات كتشبه لوحده فيهم، شكون هي؟ واش الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ ولات كتشبه للثالثه، يعني الثالثه اش كتحتاج منا؟ شونجمون دو فاريابل. يلا دونك هنا غادي نمشيو نديرو شونجمون دو فاريابل، دونك هنا غنديرو شونجمون دو فاريابل. دونك اش غادي نديرو؟ غادي نديرو نضع ولا اون بوز كو اكس كبيره كتساوي لاكسبو دو اكس. دونك اش غتولي عندي؟ غتولي عندي اكس كبيرة او كاري ناقص جوج اكس زائد واحد كتساوي زيرو. صافي مزيان، دونك نمشيو نديرو ليها الحل ديالها بدلتا. يلا دلتا، دونك دلتا هي بي كاري ناقص ربعة ا سي مزيان. دونك اش غادي ندير؟ ناقص جوج او كاري ناقص ربعة في واحد في واحد. دونك اش غتولي هادي؟ هادي غتولي ربعة، ناقص ربعة او كاري هي ربعة. صافي مفهوم؟ دونك هنا سيدي غتعطينا ناقص ربعة في واحد في واحد راه هي ناقص ربعة. دونك هذا اش غيعطينا؟ غيعطينا زيرو. دونك زيرو اش كنقولوا بلي كيخرج لينا دلتا زيرو؟ كنقولوا ليكواسيون ادمي اون سول سوليسيون، يعني المعادلة تقبل حلا وحيدا، معادلة تقبل
حل وحيد صافي فهم يعني وحيد في R هو X1 كتساوي ناقص B على جوجة صافي واضح ناقص B على جوجة دونك يساوي اش غيساوي لينا دونك ناقص يعني B هو ناقص جوج يعني غتضرب في الناقص غتحط هنا جوج على جوج A يعني جوج في واحد يعني راه واحد كاين هنا هو جوج دونك في الاخر اش تعطينا تعطينا واحد دونك اكس كبيرة عطاتنا واحد اش خصنا نديرو حنا دابا خصنا نمشيو نردو داك الشيء اللي افترضنا اللي وضعنا دونك غديرو ليكسبو دو اكس ان كتساوي واحد ايكيفالون دخل هنا الالان دخل هنا الالان غتعطينا اكس ان كتساوي الان ديال واحد ايكيفالون كو اكس ان الان ديال واحد راه هو زيرو صافي مفهوم الان ديال واحد راه هو زيرو دونك مزيان دونك x1 ايغال ا 0 دونك والزيرو كتنتمي لار كتنتمي لار دونك هذا سي تان سوليوشن غنحطها في لونسومبل دي سوليوشن غنحطها في مجموعه الحلول في مجموعه الحلول صافي مزيان برافو الاخوان برافو 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 يلا شتي كيفاش هنا ردينا وتقول لي دابا هادي ما رديناش ما كتشبهش الوحده في هذوك ديك الساعه غنتفاهم انا وياك يلا دابا نعطيك وحده اخرى يلا زيد زيد نديرو واحد جوج اخرين يلا جوج اخرين وندوزو للمتراجحات يلا جوج اخرين دونك مثلا عندك بحال هكا عندك او 2 هي هادي اكسبونونسييل دو اكس او كاري زائد جوج اكس ناقص 3 ناقص او كتساوي 0 دونك اسيدي هنا بغينا نديرو حنا الحل ديال هادي واش هادي كتشبه لشي وحده في هادوك لحد الساعه باقي ما شفتهاش انها كتشبه لشي وحده في هادوك هاهي باش نحط لك هادوك هادوك واش كتشبه لشي وحده في هادو ما بانش لي انا كتشبه لشي وحده في هادو يعني انا خصني الرده كتشبه لواحده فيهم كاينه ولا ما كايناش دونك سير معايا دونك دي دو او دو اش كتساوي كتساوي ليا اغ ياك يعني ديال هادي هي لونس دومين دو ديفينيسيون دونك اش غادي نمشي ندير غنشد هادي وغنديها للجهه الاخر تولي ليا ايكيفالون كليكسبونونسييل دو اكس او كاري زائد 2 اكس موان 3 ايغالا او غتقول لي شنو هي او او راه هي اكس بوس واحد كاين ولا ما كايناش اكس بوس واحد راه هي الاكس بوس واحد دونك انا غادي اش ولات عندي دابا ولات عندي النوع الثاني النوع الثاني ياك النوع الثاني اللي هو الاكسبونونسييل كيساوي شي حاجه ديال الاكسبونونسييل دونك داكشي اللي الفوق ديال هذا غيساوي داكشي اللي الفوق ديال هذا دونك غتولي عندي اكس او كاري زائد 2 اكس ناقص 3 كتساوي ليا 1 تكافئ غادي نجيب داك الواحد جا اخرى تولي اكس او كاري زائد 2 اكس ناقص 3 ناقص 1 كتساوي 0 دونك تكافئ اكس او كاري زائد 2 اكس ناقص 4 كتساوي 0 دونك هادي اش غادي ندير ليها هادي دلتا صافي وانت لقيتي الحلول ديالك هادي راه ما فيها لا هادي لا ديك دونك نمشيو نديرو دلتا دونك دلتا بي او كاري ناقص 4 اسي دونك 2 او كاري ناقص 4 فاش في 1 في ناقص 4 دونك اش غادي تعطينا هنايا غتعطينا ناقص 4 في ناقص 4 هي شحال هي ناقص 16 يعني زائد 16 زائد 16 زائد 4 هي 20 ياك دونك 20 دونك هنا عندنا 20 راها موجبه قطعا صافي مفهوم راها موجبه قطعا دونك بما انها موجبه قطعا اش غادي نمشي ندير دابا غادي نمشي ندير الحلول بجوج اكس واحد و اكس جوج وغادي يخرجوا ليا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الاخوان ها نتوما اللي ما كانش فاهم اللي ما كانش فاهم المعادلات ها هو فهمهم غير تيق في راسك دونك ناقص بي دونك ناقص جوج زائد جدر 20 على ماذا جوج في ا يعني جوج في واحد راه هي جوج صافي مفهوم وهنا ناقص جوج ناقص جدر 20 على جوج راه غير قلبت هادو وحطيت كل واحد في بلاصه الاخر ماشي مشكل ما كاينش مشكل دونك اكس واحد اكس جوج دونك هنا جدر 20 شنو هو جدر 20 قلنا هي 4 يعني جوج جدر 5 جوج جدر 5 صافي واضح ديرها في كالكولاتريس جوج جدر 5 على جوج وهذه ناقص جوج ناقص جوج جدر 5 على جوج اوكي اوكي دونك الحلول اللي غادي يخرجوا لك راه غادي تختزل نوريك كيفاش غتختزل اكس واحد اكس جوج
يعني الا عملتي هنا باش غتعمل غتعمل بجوج الفوق تولي لك جوج عامل ناقص واحد زائد جذر خمسة على جوج صافي مفهوم. وهنا جوج عامل ناقص واحد ناقص جذر خمسة على جوج تمشي جوج مع جوج جوج مع جوج وغيبقاو لك الحلول اكس ان هما ناقص واحد زائد جذر خمسة واكس دو هو ناقص واحد ناقص جذر خمسة وغتحطهم في مجموعة الحلول ناقص واحد زائد جذر خمسة وناقص واحد ناقص جذر خمسة صافي مفهوم حطهم تمايا مزيان. دونك انا غير وري هادي راه كلشي كيعرف يحلها وريتكم كيفاش الطريقه تتوصل لوحده من هادوك اللي وريتكم انايا يعني دوك ثلاثه الامثله اللي كاينين مزيان برافو اللهم يسر قسموا هاد الورقه هادي وهنا ونكملوا على بركه الله نزيدوا شي مثال اخر واخا نزيدوا هاد المثال هذا يلا شوف معايا هاد المثال دونك او 3 ولا نخليه لكم نتوما تخرجوه ولا شنو هو ما نخلي لكم شي مثال نتوما تخرجوه المشكل تاع لي كومونتير ما كاينينش واحد ناقص اكس فوا ليكسبونونسييل ديال 2 اكس كتساوي اكسبو 2 دو كوا دو 1 ولا نديرو ليكسبو دو 0 يلا اكسبو دو 0 يلا دونك هادي خصنا شنو نديرو نعم مزيان هادي او دونك او 3 هادي ولا او 5 جو بونس هادي درنا يلا دونك اش غادي ندير هنا الدومين دو ديفينيسيون سي ار بلا ما يمرضك صافي واضح هنا ار طونيشان دونك غادي نمشي اش غادي ندير هنا هنا لوبيراسيون اللي غادي ندير هو نحتفظ بالاساس ونجمع الاسين صافي واضح هنا نحتفظ بالاساس ونجمع الاسين دونك اش غتولي عندي ليكسبونونسييل ديال اش ديال واحد ناقص اكس زائد جوج اكس كتساوي ليكسبو دو زيرو شتيها ولا مشتيهاش مزيان دونك هنايا اش غتولي هادي واحد زائد اكس ليكسبونونسييل ديال واحد زائد اكس كتساوي ليكسبو دو زيرو هادشي راه تعطاك هنايا عطاك واحد راه ترد انت اكسبو دو زيرو يعني داك يعطيك واحد هنا يعطيك واحد مثلا محطوط انت ردو اكسبو دو زيرو يعني كاينين بزاف ديال المسائل اللي انت تبقى تلعب بهم دونك واحد زائد اكس كتساوي زيرو قلنا داكشي اللي فوق ديال هاد حيت هذا كيشبه لمن كيشبه النوع الثاني دونك هنا هاد الواحد غندي جهه اخرى دونك اكس كتساوي ناقص واحد دونك كينتمي لدي دو او 5 دونك غتحطو في لونسومبل دي سوليوشن مزيان مجموعه الحلول برافو دونك مزيان دونك دابا اللايف راه واصل 400 تبارك الله يلا سكريني وبارطاجيو في ستوري ديالكم ما تنساوش كل حصه دازت سكرينيوها وبارطاجيوها في ستوري عندكم وانا غنبارطاجيك في ستوري عندي باش يبقى هكذا كيدخلوا الناس كل مره وكيدخلوا الناس كيستافدوا كيعرفوا بلي انها كاينه واحد البرنامج ديال الفرصه الاخيره اللي دازت فيه دابا هذا هو اليوم الخامس فيه صافي واضح هذا اليوم الخامس الحمد لله مزيان يلا اللهم يستر دونك دابا غادي ندوزو للمتراجحات صافي واضح غادي ندوزو للمتراجحات اللي هما لي زينيكواسيون دابا لي زينيكواسيون يا اخي حتى هما راه فيهم ثلاثه ديال يعني ثلاثه الانواع راه ما فيهمش بزاف ديال الانواع حتى هما فيهم ثلاثه ديال الانواع دوك ثلاثه ديال الانواع خصك تعقل عليهم يعني حرفيا ولكن واحد الحوايج غادي نحتاجوهم قبل شوف مزيان واحد الحوايج غادي نحتاجوهم قبل سمع مزيان واحد ربعة الحاجات الا ما كانوش في الدماغ ديالك عرف راسك عمرك غتجبد شي انترفال عمرك غتجبد شي مجال شوف الا كانت عندك اكس كبر من او يساوي ا اكس اصغر من او يساوي ا ولا اكس اكبر قطعا من ا ولا اكس اصغر قطعا من ا ما نبغيكش هادو تنساهم من هنا للوطني دوز بهم الوطني ونساهم ديك الساعه ولا دبر راسك انا دابا كيهمني انك الوطني دوز وانت عارف هاد الحوايج اكس اكبر من ا شنو هو المجال ا بلس لانفيني ا مالها داخله اكس اصغر من او يساوي ا شنو هو هاد المجال موال لانفيني ا مالها داخله علاش اللي كنديرها داخله حيت عندي او تساوي لاحظ معايا في قطعا اكس اكبر من ا شنو هو المجال ا بلس لانفيني ولكن لانفيني راه ديما خارجه ولكن ا غتكون خارجه في هاد اللحظه هادي
و اكس اصغر من اي موال لانفيني ا من الاخر صافي مزيان. دونك هادو كيتسماو يعني لي زانترفال خصك تعرفهم. المجالات المجالات يكونوا في الدماغ ديالك ما تنساهمش ليا ها ما تنساش ليا هاد المجالات واضحه اخوان. صافي ندوزو الثلاثه ديال الانواع عاوتاني. ها النوع الاول ها النوع الثاني راه نفس الانواع كتبدل ديك تساوي برمز فهمتي غير كتبدل ديك تساوي برمز. النوع الاول هو عندي الاكسبونونسيال ديال اكس زائد واحد اكبر قطعا من واحد صافي يعني عندك الاكسبو كبر ولا صغر من عدد. الاكسبونونسيال دو اكس بلس دو شوف مزيان اكبر من او يساوي الاكسبونونسيال ديال اش ديال دو اكس. انتبه مزيان معايا انتبه مزيان معايا ما تخليش عينك تمشي لشي بلاصه اخرى. اكسبونونسيال دو اكس او كاري موان 3 الاكسبو دو اكس موان 2 سوبيريور ستريكتومون ا زيرو صافي. دونك هادو هما الانواع اللي عندي هادو هما الانواع اللي عندي. دونك شوف النوع كل نوع كيفاش كيتحل وكيفاش كنعرف الحل ديالو. يلا راه هما اللي المعادلات راه ساهلين بارابور لي زينيكواسيون. لي زينيكواسيون شويه باش تجبد لي زانتيرفال تقدر تدخلك سميتها هي الحلوفه تقدر تدخلك الحلوفه وما تعرفش فين مشات. يلا كاين اللي كتمشي ليه تهرب ليه صافي الفرخ كيهرب ليه في ديك اللحظه. يلا وانتبه معايا. دونك ايه الاولانيه هنا لينا كواسيون الاولى هذه من اسهلهم هذه مجموعه بعد مجموعه التعريف ديالها هي اخ ياك حتى هي كنحط فيها مجموعه تعريف. تقول لي واش حتى المتراجعه كنحطوا فيها مجموعه تعريف حتى هي كنحطوا فيها مجموعه تعريف. اش غادي دير غادي ندخل الان هنا وندخل الان هنا اش غتولي عندي غتولي عندي اكس زائد واحد اكبر قطعا من ناش من الالان ديال واحد صافي مزيان تكافئ اكس زائد واحد اكبر قطعا شنو هو الالان ديال واحد هو زيرو تكافئ هادنا هاد واحد هذا غندي جهه اخرى غيولي ناقص واحد يعني تولي اكس اكبر من ناش من ناقص واحد وسهله هذه ديك الساعه صافي هذه راه سهله غادي تمشي غادي تقول بلا ان مجموعه الحلول علاش كل مجال اين مجال هذا واش الاول واش الثاني واش الثالث واش الرابع الثالث شتي اكس اكبر قطعا من ا دونك سي ا بلس لانفيني و ا تكون خارجه دونك غدير ناقص واحد بلس لانفيني صافي واضح وهانت لقيتي مجموعه الحلول غتقول لي دابا واش مجموعه الحلول كنحطوها بحال هكا نيشان ما كنديروش لها التقاطع مع هذا علاش حيت عندنا مجموعه التعريف هي ار ما غنديرش لها لانترسيكس ما غنديرش لها التقاطع صافي اخواني يلا تقطع راه تقطع غير تقطع طلع نوتيفيكاسيون ابقاو معايا سامرش دابا مزيان صافي واضح الاخوان لازم نقاد التليفون فوالا سامرش غير طلع واحد النوتيفيكاسيون في التليفون والدراري اللي كيعيطوا في الواتساب ما يبقاوش يعيطوا في الواتساب عافاكم يلا دونك سامرش يلا اللهم يسر دابا كمل معايا. دونك قلنا خرجت لينا سيدي اكس اكبر قطعا من ناقص واحد صافي مزيان. دونك اكس اكبر قطعا من ناقص واحد راه هي المجال ناقص واحد مالو بلس لانفيني علاش حيت عندي اكس اكبر قطعا من ناش اكبر قطعا من ا اكس اكبر قطعا من ناش اكبر قطعا من ا صافي مفهوم. دونك هنا ناقص واحد مالو بلس لانفيني. يلا شوف معايا المثال الثاني كيفاش غادي تخرج. المثال الثاني اللي هو اي 2 هنا عندي ليكسبونونسييل ديال اكس زائد 2 اكبر من او يساوي ليكسبونونسييل ديال 2 اكس. مجموعه التعريف بطبيعه الحال نسبقها هي الاولانيه راه هي ار هذه ما فيهاش شك صافي مزيان هي ار. دونك مجموعه التعريف عندي هي ار
اسمع مزيان. دونك هنا عندي داكشي اللي هنا الفوق غيولي اكبر من او يساوي داكشي اللي هنا الفوق طبقا للقاعده اللي وريتكم في الاول. يلاه وريتها لكم يعني في الـ 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 في سميتو في الدرس. ها هي شوف كلشي وريناه. اكس اكبر يعني اكسبونونسييل ديال ا اكبر من او يساوي ولا اكبر قطعا من الاكسبونونسييل دو بي سافو دير كو اكبر من او يساوي ولا اكبر قطعا من بي. ها انت عرفتي الدور ديال هذه باش تشدها. الدور ديالها هو تحل بها بحال هاد المتراجعات هادو اللي كاينين. دونك نمشيو نقلبوا الورقه وانتبه معايا كيفاش غادي نلقى. هنا كاين واحد البياج يقدروا يطيحوا فيه بزاف ديال التلاميذ. يلا هنا كاين واحد البياج يقدروا يطيحوا فيه بزاف ديال التلاميذ. دونك انتبه معايا. عندنا سيدي اي دو اشنو لقينا؟ قلنا هو ليكسبونونسييل ديال اكس زائد جوج اكبر من او يساوي ليكسبونونسييل ديال جوج اكس تكافئ. هنا غيمشي ليكسبو وهنا غيمشي ليكسبو. اش غتبقى عندي؟ غتبقى عندي اكس زائد جوج اكبر من او يساوي جوج اكس. مزيان. دونك غنجمع لي زيكس في طرف وغادي نجمع يعني الاعداد. عندي هذا غنخليه هنا. انا حسن ليا انني ندي هاد الاكس هو اللي ندي عدد جوج اكس. حسن ليا حسن فهمتيني. انت غتعرف علاش حسن؟ حيت كون جبت هاد جوج اكس عاد الاكس غيولي يخرج ليا ناقص اكس وغيمرضني ويقدر شي واحد ينسى انه ما يقلبش الرمز ولا ما قلبتيش الرمز مشى لك المجال خطا. وهنا كنقول لك الاخطاء اللي ممكن انك تطيح فيهم. لو ما خلي ديما داك الصغير هو اللي يدي عند الكبير. دونك هنا جوج اكس ناقص اكس اش غتعطينا؟ غتعطينا اكس. صافي واضح. دونك اكس اصغر من او يساوي جوج. اكس اصغر من او يساوي جوج شناهي؟ راه هي اللي بغيت نكتبها لك. راه ممكن انني نكتبها بحال هكا. ممكن اكس اصغر من او يساوي جوج ولا جوج اكبر من اكس. راه هي اكس اصغر من او يساوي جوج جوج اكبر من اكس بحال بحال. دونك هنا فين غنصنفها؟ في اين وحده من هذوك المجالات؟ ها هما نجيب لك عاوتاني دوك المجالات. هادو يكونوا في دماغك الله يرحم باك يكونوا في دماغك هادو. وشوف انا كنطلب فك اكس اصغر من او يساوي ا هو موال لانفيني ا. صافي موال لانفيني ا موال لانفيني جوج. جوج واش داخله؟ داخله. علاش؟ حيت عندي او تساوي. شوف هذا هو الحل هذا هو المجال. وعندكم الدراري تمشيو ما تقلبوش الرمز ولا تمشيو ديروا شي روينه تما ونوليو حنا ضاربين كلشي بالزيرو. لا ما تدوخش لك الحلوفه. يلا دونك هنا اي 3 هو ليكسبونونسييل اكسبو دو اكس او كاري زيد كلشي سكريني سكريني اللايف ويكتب والله ما تدخل لي الحلوفه. كتبوا والله ما غتدخل الحلوفه باش نعرف بالله ان كلشي والله ما غتدخل لي الحلوفه في الوطن. يلا يلا الاخوان مسكيله صافي. يلا دونك شوف معايا هادي كيفاش غادي نحلها. هادي غادي نمشيو غادي نديرو بيان سور شونجمون دو فاريابل بيان سور. دونك هنا شوف كيفاش غادي ندير. اول حاجه يا اخي هو الدومين دو ديفينيسيون هو شنو هو اخ. صافي مفهوم. دونك دي دو اي 3 هي اخ. مزيان. دونك غادي نسبق جدول الاشاره هو الاول نحطو هانت هانت جدول الاشاره حيت هو اللي غنجبد منه الحل. لي زيطاب اللي كنقول لك تبعهم. لي زيطاب اللي غنقول لك تبعهم بالحرف. خلي شنو هو المجموعه التعريف هو من موال لانفيني تلاش تال بلس لانفيني حيت هو اخ. ياك متفق معايا؟ مزيان. دونك انتبه دابا غادي نمشي غادي ندير واحد شونجمون دو فاريابل. اش غادي ندير؟ غادي ندير نضع ان يعني غادي نمشي نحل انا يعني المعادله هي الاولى باش نلقى الحلول. صافي مزيان. دونك هادي ملي غادي ندير ضع غنبوزو بلا ان اكس كبيره كتساوي لك اكسبو دو اكس. انا اول حاجه نمشي نحل المعادله نبوزي اكس كبيره نحطها غتولي ليا اكس او كاري ناقص 3 اكس ناقص 2 كتساوي 0. صافي مزيان. وعاد ديك الساعه يعني نلقى يعني اكس 1 واكس 2. دونك غنمشي دلتا بي كاري موان 4 اسي. هانيه هانيه الدلتا طلعت لك في راسك ماشي مشكل. عاد تمشي الوطني ولوح والده. دونك هنا ايا 3 ناقص 3 او كاري
ناقص 4 فاش في 1 في ناقص 2. دونك هنا تعطينا عندنا تعطينا 9، هنا غادي تعطينا شحال؟ تعطينا 8. 8 دونك شحال هنا غادي يعطينا هذا المجموع؟ غادي يعطينا هو شحال هنا حسبنا؟ عندنا ناقص، عندنا ناقص 3 او كاري ناقص 4 في 1 في ناقص 2، صافي مفهوم؟ في 1 في ناقص 2. دونك هنا غادي تعطينا 17، صافي واضح؟ عطينا 17. جو بونس كو هنا ليكزيست ان تروك سي بلوس، هادي بلوس بلوس بلوس، صافي واضح؟ باش تولي هنا مواويت باش ما يخرجش لينا 17، هذا يخربق لينا دماغنا. هو راه صحيحه ولكن نتوما حيدوه، حيدوا هذه ديروا بلوس، مفهوم؟ علاش؟ باش ما يخربقش لينا الدماغ ديالنا. دونك تعطينا 1 سوبيريور ستريكتومون 0، صافي واضح؟ دونك هنا باش يعطينا دلتا يعني خارج النتيجه ديالو، ما تبقاش تخربق لينا في الدماغ ديالنا هي ديك دلتا. دونك اكس 1 واكس 2 مزيان. دونك شنو هو اكس 1؟ اكس 1 بيان سور كو موان بي موان لا راسين دو دلتا. هنا بيان سور كو ديك الاكس خصها تكون اكس كبيره، عاد نحطوا الاكس صغيره من بعد سور 2 موان بي بلس لا راسين دو دلتا سور 2 مزيان. دونك اكس كبيره شناهي؟ هي ناقص مع ناقص 3 هي 3. دونك هنايا ناقص جذر 1 شي باش تخرج نيشان 1، ما يبقاوش حنا ديك حيت هما في الوطني ما كيعطيوك شي حاجه اللي غتكون تبقى خالقه لك الجذر، فهمتيني؟ ما هي راه سي جوست 17 سي جوست، ما كاينش مشكل فيها. 2 هنا راه 2 هي 1، دونك بلا ما نحطو 2 دونك سيغ 2 مزيان. دونك حسب لي المشاكل هنايا شنو كاين، يلا حسب لي انا شنو هادشي خارج. دونك 3 ناقص 1 اسيدي هي 2، 2 على 2 هي شحال؟ 1. هنا شحال؟ 3 زائد 1 هي 4، 4 على 2 هي شحال؟ 2. مزيان. دونك دابا غنرجعو، غنرجعو ليكسبونونسيال، رجع 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 ليكسبونونسيال. دونك كيساوي 1 كيساوي 2، أول حاجة كنتأكد منها واش ليكسبونونسيال كيساوي شي عدد سالب، لا ما كاينش عدد سالب، دونك مزيان خليهم بجوج. ما كاينش عدد سالب خليهم بجوج. دونك غادي ندخلو الإلان، الإلان هنا والإلان هنا، دونك غتولي ليا إكس 1 إيكال الإلان دو 1. وهنا اكس 2 ايغال الان دو 2، والله ما ندوخ ليهم، والله ما ندوخ ليهم، صافي واضح؟ ما تدوخش ليهم. دونك اكس 1 الان دو 1 راه هي 0، الان دو 2 راه غتبقى الان دو 2، صافي واضح؟ مزيان. دونك غادي نجي هنا دابا وغادي نحطهم هنا في الحلول. لاحظ معايا راني حليت المعادله كيف ما كنحل هذيك النوع الثالث حليته، وغادي نرجع وغادي نحط الحلول 0 الان ديال 2، ندير لهم بحال هكا، ندير لهم بحال هكا سين دو ا سين دو ا سين دو موان ا، اشاره ا اشاره ا عكس اشاره ا. دونك غادي تمشي وغادي دير هنا اشاره ا فهي مو موجبه، دونك بلس بلس موان شاو ولا لا، بلس بلس موان. دونك هنا غادي نمشي وغادي نجبد لي زانترفال، انا بلس بلس موان، دونك غادي نمشي نجبد لي زانترفال. هنا باغينا هما تكون موجبه، فين كتبان لي انا سيدي موجبه؟ فين كتبان لي موجبه؟ هنا وهنا. دونك شنو هما لي زانترفال؟ سي موان لانفيني زيرو اتحاد الان ديال جوج بلس لانفيني، صافي واضح؟ موان لانفيني زيرو الان ديال جوج بلس لانفيني. وما تدوخش ليا الحلوفه والله ما تدوخ بالله، صافي. دونك غادي نجي هنا غادي ندير مجموعه ديال الحلول، هي شنو هي؟ موان لانفيني زيرو، الزيرو غيكون داخل ولا خارج؟ خارج. علاش؟ حيت عندي قطعا، فيما تكون عندي قطعا نخرج الاعداد اللي كتنعدم فيهم. دونك هنا الالان ديال جوج بلس لانفيني، وهذا هو، هذا هو الحل، صافي واضح؟ نتمنى انكم اخوتي تكونوا استفدتوا مزيان 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 مزيان. راه كاينين ثلاثه ديال الانواع ما كاين من غيرهم اللي غادي يدوخكم، غادي نمشي ونحطهم نيشان اللي بقى كيخربق عليك ما يخربقش عليك. راه كلهم كتردهم على ثلاثه ديال الانواع، يا اما هذه يا اما هذه يا اما هذه. هذه كنديروا فيها طابلو دو سين، عندك ما ديرش طابلو دو سين حيت هو اللي كنجبدوا منه لانتيرفال باش نحلوا باش نعطيو الحل، صافي مفهوم؟ هذا راه كندخلوا الالان كل في هنا وهنا، كيولي لي داكشي اللي الفوق كيساوي داكشي اللي الفوق، وهذا راه كندخلوا الالان هنا حتى هو الالان هنا. دونك حاولوا اخوتي ما تلفوش، ودابا راه مزيان احنا دوزنا. ها انت راه بروغرام غاديين فيه على ما ينبغي، لا مش اللي مازال ما مشاش راجع
الدرس ديال الداله الاسيه راه غدا ما غيفهم والو بلي غنصحح الوطني التجريبي غدا ما غتفهم حتى وزه. يعني سير قبل دابا سير راجع هذاك اللي مكتوبه فيه ترتيب افكار الداله الاسيه لا في اليوتيوب لا في الانستغرام راه محطوطين بجوج. اللي عندك خدمه لا عندك يوتيوب سير تفرج في يوتيوب بيان سور، عندك الانستغرام تفرج في الانستغرام حيت يوتيوب كيكون داكشي مقاد مصاوب. دونك درس الداله الاسيه سير سيدي تفرج فيه، غدا جي تفرج معايا في التصحيح الوطني التجريبي، وسير في ستوري دابا سكرين ستوري وسير كتب والله ما تدخل لي الحلوفه مع هذا البرو مع برنامج الفرصه الاخيره، ما تدخلش لي الحلوفه مع برنامج الفرصه الاخيره. يلا في الوطني ما غدخش الحلوفه ان شاء الله مع برنامج الفرصه الاخيره، والله ما تدخل. يلا وسير تهلاو لي في ريوسكم ونتلاقاو ان شاء الله غدا في لايف عاوتاني جديد. حنا راه غنبقاو غاديين بكل لايف واخا شويه تماره، ولكن الحمد لله محبكم كتستافدوا غاديين مزيان، ما يكون ديك الساعه غير الخير. تهلاو ليا في ريوسكم الاخوان، الى اللقاء، تحياتي، وما تنساوش تبارطاجيو يلا.